بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة. تعالوا بقى حبايبي الطلاب للاستعارة. الاستعارة بيقول لي حدد الاستعارة فيما يلي وبين نوعها وقيمتها الفنية. قال تعالى قال تعالى واتبعوا النور الذي أنزل معه. هنا شبه القرآن بالنور. ما هو الحقيقة هنا ايه؟ ان القرآن ربنا بيقول لنا اتبعوا القرآن او المنهج اللي ربنا نزله. المهم انه شبه القرآن بالنور. مين اللي مش موجود هنا؟ لاحظ كده كلمة القرآن. القرآن مش موجودة. القرآن دي تمثل ايه؟ تمثل المشبه. يبقى المشبه محذوف. المشبه محذوف تبقى استعارة. تمام يا باشا، استعارة تصريحية. اهدنا الصراط المستقيم، تعالى برضو نحللها. هو ايه المقصود معنى الصراط ايه الاول يا اولاد؟ معنى كلمة الصراط الطريق. طب احنا هل فعلا انا عايز طريق ولا عايز الصراط؟ ده معناه ايه؟ معناه الجنة، معناه الدين، معناه الدين الصحيح. يعني شبه الدين الصحيح بالايه؟ بالصراط. احنا يا رب عايزين الهدى الصحيح، عايزين الدين الصحيح. برضو مين اللي مش موجود؟ الدين، صح كده. يبقى استعارة ايوه كده صح، استعارة تصريحية. طول ما المشبه مش موجود، يعني ايه المشبه يا استاذ؟ يعني الاولاني، يبقى استعارة تصريحية. تعالى الراجل ده بقى بيقول بيتين حلوين قوي. بيقول ايه الراجل ده؟ متغاظ شوية، فبيقول ايه؟ لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. يعني البيت معناه، أنا هفهمه لك دلوقتي، هو بيقول لك إن واضح إنه اتهزم في حاجة، يعني أو واحد أقل منه كسبه في حاجة أو غاظه في حاجة أو انتصر عليه في حاجة. فبقول لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب. طبعا هو مش قصد بالأسود أسود ولا بالكلاب كلاب، خلي بالك. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلابا. عنده حق. طيب إيه المقصود بالأسود هنا؟ الأسياد. إيه المقصود بالأسود هنا؟ الأحرار، الأقوياء إلى آخره. يبقى الأقوياء رمز لهم بالأسود، يبقى استعارة تصريحية على طول. شبه الأقوياء بالأسود وحذف الأقوياء وصرح بالأسود، استعارة تصريحية برضو زي اللي فوق. يمكن ملاحظين ان انا مركز لكم شوية على الاستعارة التصريحية عشان فعلا هي دي اللي فيها مشاكل، لان انت لازم تفهم الجملة كويس قوي عايزة ايه. استعارة تصريحية، تمام يا شباب؟ تمام. وبرضو الكلاب استعارة تصريحية. ايوه طبعا، لن يقصد بالكلاب الضعفاء، يبقى شبه الضعفاء بالكلاب، يبقى او الجبناء او الى اخره، او اعداؤه بالكلاب، يبقى دي برضو استعارة تصريحية. قال الشاعر في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ولد الهدى. انا خايف بقى هنا طبعا زي اللي فات برضو، انا خايف من المعمول الموضوع ده. ان الطلاب يقول لك ايه شبه الهدى بانسان يولد. طبعا هنا انت كده مش فاهم العبارة، انت كده بتقرا كلمات ما بتقراش العبارة. اسمع بيقول لك ايه. قال الشاعر احمد شوقي امير الشعراء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، بقول لك ايه ولد الهدى. ما تربط، يبقى شبه تصريحي. ايوه كده جدع، اللي سبقني وقال تصريحي جدع صح. شبه مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بايه يا اولاد؟ بالهدى صح. وحذف الايه؟ وحذف النبي صح. ما كلمه النبي مش موجوده اهي، اهي رقم واحد. زي ما كلمه القران ما كانتش موجوده، زي كلمه الدين ما كانتش موجوده، زي في بيت الشعر كلمة الأقوياء ما كانتش موجودة اللي هي كانت الأسود، زي كلمة اللي هي الكلاب اللي هي الضعفاء ما كانتش موجودة، أو الجبناء. يبقى دايما عرفت كده الأربع صور اللي ورا بعض دولت، استعارة تصريحية. عارفك عارفك، أنا هكمل لك اصبر بس. أنا عارف أنت قصدك إيه، متسرع على فم الزمان إنها استعارة مكنية. يا عم ماشي، بس اصبر عليا بس. المهم الأول إن ولد الهدى ديت ما تقوليش شاب الهدى بإنسان، مش ده المقصود هنا. انت تقرا الجمله من الاول. قال الشاعر في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تفهم المعنى. الكائنات ضياء. في ناس عامله لي ديت استعاره. غلط غلط يا جماعه، دي تشبيه. ليه يا شباب؟ حجه بقى افرق لك ما بين الاستعاره والتشبيه. يا جماعه التشبيه يذكر فيه المشبه والمشبه به صراحه في الجمله. يعني انا شبهت ايه؟ الكائنات بايه؟ بالضياء. الاثنين موجودين يبقى تشبيه. امال الاستعاره ايه يا استاذ؟ الاستعاره بص كده فم الزمان. انا كده شبهت، لاحظ معايا بقى، معلش كده اشرحها لك كده بقى. شبه الزمان صح،
بإنسان له فم. حلو، تعال نشوف بقى الزمان بإيه؟ بإنسان. ده مين اللي مش موجود المرة دي يا شباب؟ ده كلمة الزمان هي الأولاني موجودة أهي يا باشا الزمان. ده كلمة إنسان اللي هي رقم اتنين، على فكرة مختلفة عن الباقي، شبه الزمان بإنسان، رقم اتنين مش موجودة، عشان يديني فرصة فاهم الناس اللي لسه مش فاهم الاستعارة المكنية. يبقى دي على طول إيه يا شباب؟ رقم اتنين المحذوفة، يعني مشبه به المحذوف، يبقى استعارة مكنية. يعني كده الناس تاني بفكر أهو، معلش عشان الناس اللي هم عايزين يفهموا بالراحة، لو كان المشبه محذوف تبقى استعارة مكنية تصريحية، لو كان المشبه به محذوف تبقى استعارة مكنية. بتعرف ازاي؟ انك تمسك الجملة وتترجمها، تترجمها ازاي؟ تشبه ايه بايه؟ لقيت الاتنين تشبيه، لقيت ان الاولاني محذوف تصريحية، لقيت التاني محذوف مكنية. تعالى يا سيدي نشوف بقى، يلا معايا كده، ها شفوي بقى. اذا العناية لاحظتك، ها شبه العناية، ايوه كده، بايه؟ هي العنايه بتلاحظ بانسان. ما هي العنايه فعلا شبه الانسان، يبقى استعاره مكنيه على طول، تشخيص. لاحظتك عيونه، فالمخاوف كلهن امان، شبه المخاوف بالامان. لا ده تشبيه. طبعا تشبيه، لان الاثنين موجودين، شبه المخاوف بالامان، يبقى مالناش دعوه بيها دي. يبقى هي فعلا مين؟ ها شبه العنايه بانسان، كلمه انسان مش موجوده، استعاره مكنيه. طب بصي كده، نامت احلام الاطفال في فلسطين فمتى تستيقظ؟ ها شبه احلام الاطفال، ها بانسان ينام. تمام، يبقى كده ايه برضه؟ استعاره مكنيه. ليه يا استاذ؟ عشان ما فيش كلمه انسان، واللي فوق دي مكنيه، عشان الناس اللي ايه يعني تحب تتاكد. مكنيه. تمام، هنا بقى بيقول لي مصر تنادي رجالها. ها شاب مصر بانسان ينادي، يبقى برضه استعاره مكنيه، صح كده؟ ايه يا استاذ ده كل دي مكنيه؟ ايوه المكنيه على فكره اكتر من التصريحيه كتير. اللي جاي برضه، ساضحك يا سماء. ليه يا استاذ؟ شبه السماء بانسان، بانسان ينادى طبعا، ينادى. وشبه الهموم برضه بانسان يهزأ به، صح؟ طبعا. يبقى شبه السماء بإنسان ينادى، وقال سأهزأ بالمتاعب، المتاعب يعني شبه المتاعب والهموم كأنها إيه؟ إنسان يهزأ به، أو إنسان يعني يتريق عليه. أحبك مصر، ها شبه مصر بإنسان يحب، يعني اللي فوق مكنية برضه، الاثنين مكنية، أنا بس بأكدها لك أهو، مكنية يا سيدي. طيب أحبك مصر مكنية برضه، ليه يا أستاذ؟ شبه مصر بإنسان يحب، من أعماق قلبي، شبه القلب البحر له أعماق، استعارة مكنية. حبك في صميم القلب نامي، شبه الحب بشجرة مستعارة مكنية. يعني البيت ده أولاد في ثلاث استعارات مكنية. أحبك مصر، شبه مصر بإنسان ينادي ويحب، من أعماق قلبي، شبه القلب ببحر له عمق، يبقى استعارة مكنية. حبك في صميم القلب نامي، حبك نامي يعني حبك بيكبر، كلها مكنية، كل استعارات مكنية. لا أحب الإنسان يرضخ للوهم، دي استعارة مكنية طبعا، يرضخ يعني يخضع. إذا هنا لا شبهت الوهم بإنسان أرضخ له، يبقى إيه يا شباب؟ مكنية. يبقى دي الاستعارات المكنية حبايب الطلاب، يمكن أنا قسمتهم لك في الأول كانوا ورا بعض كده، أربعة تصريحية والباقي مكنية، عشان كنت عايز الاستعارة التصريحية ورا بعضها عشان تثبت في دماغك خلاصة الكلام. ها المشبه والمشبه به، هي اللعبة هنا. لو المشبه محذوف تصريحي، المشبه به محذوف مكنية، لو اتنين موجودين قدامي يبقى ايه يا شباب؟ يبقى تشبيه. لو الاتنين محذوفين يبقى مفيش صورة اصلا. مفيش حاجة اسمها اتنين محذوفين طبعا يعني. حبايب الطلاب، ارجو ان تكونوا استفدتوا من هذه التمرينات البلاغية، وارجو حبايب الطلاب فهم العميق لقطع البلاغة والتعامل معها، وان شاء الله يكون مستواكم يرتفع كده ومهاراتكم تزيد. وفاصل حبايب الطلاب، واستودعكم الله، والى فاصل قريب، بعد فاصل قصير نعود ونستكمل باذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.